ماشي كيف كيف. هذا الروماتيزم ارتيكولير ايغو والروماتيزم كرونيك دي بيرسون اجي، يعني سي دي مالادي ماشي كاع كيف مختلفين، ما عندهم حتى علاقه. روماتيزم ارتيكولير ايغو كيما يسميو له ايغو، يجي بوندون ان بيريود يمرض لي زارتيكولاسيون، ومن بعد يبراو ومن بعد خلاص. يعني سي اون مالادي تبرا لي زارتيكولاسيون يروحوا. لو بروبليم يقعد في القلب كي يمرضوا الصمامات. قلت لك نقدروا نداويوهم بالدواء، مي في معظم الحالات كي يكون يعني لا فالفيلوباتي يعني قاست يعني لي فالف دون فاسون امبورطونت، لازم عمليه جراحيه، لازم نداويو توصل حتى للجراحه، توصل حتى للجراحه. الوغ كو لو كان يعني نداويو كيما لازم لي زونجين بلي زونتيبيوتيك، ما نلحقوش لو روماتيزم ارتيكولار ايغو وما نلحقوش المرض تاع القلب. نقدروا نقولوا دروك يعني دوبي لي زاني 2000 هذا الروماتيزم ارتيكولار ايغو مع لي فالفيلوباتي نقصوا بزاف. علاش نقصوا؟ خاطر ولينا نداويو بيان لي زونجين. دراري دوك على بالنا باللي هاد لي زونجين يقدروا يديروا الروماتيزم ارتيكولار ايغو، يقدروا يلحقوا لي فالفيلوباتي الروماتيزم تاع القلب. كي ولينا نداويوهم ما عندناش بزاف المرضى اللي عندهم لي فالفيلوباتي روماتيزم. انت راك تركز دكتور على التهاب اللوزتين البكتيري ماهوش الفيروسي. ماشي فيغال، ماشي لان الفيروسي ما يستدعيش لي زونتيبيوتيك.